بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى: فصل. تقتل الجماعة بالواحد، وإن سقط القود أي القصاص أدوا دية واحدة. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله: قوله تقتل الجماعة بالواحد، وبه قال الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله. دليل ذلك إجماع الصحابة رضي الله عنهم، فروى البخاري ومالك والبيهقي رحمهم الله عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل سبعة من أهل صنعاء، قتلوا رجلاً وقال: لو تمالأ أي اتفق عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. وروى البيهقي رحمه الله أن عليا رضي الله عنه قتل جماعة قتلوا رجلا، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قتل جماعة بواحد، ولأن القصاص لو سقط بالاشتراك لأدى إلى التسارع إلى القتل به، فيؤدي إلى إسقاط حكمة عظيمة في الردع والزجر. قال: ومن أكره مكلفاً على قتل مكافئه فقتله. إذا أجبر إنسان مكلفاً أي أجبر بالغاً عاقلاً على قتل مكافئه فقتله، فالقتل أو الدية عليهما أي على من أكره وعلى من قتل. وإن أمر بالقتل غير مكلف أو مكلفا يجهل تحريمه، أو أمر به السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه فقتل، فالقود القصاص أو الدية على الآمر. وإن قتل المأمور المكلف عالمًا بتحريم القتل فالضمان عليه دون الآمر، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. رواه أحمد والحاكم رحمهم الله من حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما. وإن اشترك فيه اثنان لا يجب القود على أحدهما منفردًا لأبوةٍ أو غيرها، فالقود القصاص على الشريك. فإن عدل إلى طلب المال لزمه نصف الدية. قال في الإقناع وشرحه رحمه الله: ويجب على شريك القن أي العبد نصف قيمة المتولى عليه، نصف قيمة المتولي، وعلى شريك الأب وشريك الذمي وشريك الخاطئ وشريك غير المكلف نصف الدية، كالشريك في إتلاف مال في ماله، كالشريك في إتلاف مال في ماله، لأنه عمد فلا تحمله العاقلة أي العصبة. قوله أو غيرها: كما لو اشترك أب وأجنبي في قتل ولده، أو حر ورقيق في قتل رقيق، ومسلم وكافر في قتل كافر. تنبيه: إذا قتل الأب ابنه مع غيره واقتص من الغير أو اختير فيه الدية، فهل يلزم الأب نصف الدية أم لا؟ الذي تعطيه عبارة المحرر والتنقيح والإنصاف اللزوم. ويشهد لذلك ما رواه مالك رحمه الله في الموطأ أن عمر رضي الله عنه حكم بالدية
على رجل من بني مدلج قبيلة، حذف ابنه بسيف فجرحه فمات، فحكم عمر رضي الله عنه بالدية. نسأل الله تعالى السلامة، أعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. باب شروط القصاص، وهي أربعة: أحدها عصمة المقتول، أن يكون المقتول لا يحل دمه، فلو قتل مسلم أو ذمي نهى الكتاب دفع الجزية، فلو قتل مسلم أو ذمي حربيا أو مرتدا لم يضمنه بقصاص ولا دية. الثاني التكليف، أن يكون بالغا عاقلا، فلا قصاص على صغير ولا مجنون. قال لحديث ابن مسعود رضي الله عنه: لا يحل دم امرئ مسلم الحديث، أن إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وتقدم قريبا ولقوله عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه، المرتد يقتل. رواه البخاري وأهل السنن رحمهم الله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قوله: فلا قصاص على صغير ولا مجنون، هذا بالإجماع، لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. رواه أحمد وأبو داود والنسائي رحمهم الله. وتقدم قريبا ما رواه مالك والبيهقي رحمهم الله عن عمر وعلي ومعاوية رضي الله عنهم، وهو أصرح في الدلالة. تنبيه: قوله المكافئة يستثنى منه ما يأتي في قطاع الطريق، لو قتل ولده أو عبداً أو ذمياً فإنه يقتل في أصح الروايتين، وهو المذهب، لأن قتله لحق الله تعالى. الثالث المكافأة بأن يساويه في الدين والحرية والرق، فلا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد، وعكسه يقتل، ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر. قوله: فلا يقتل مسلم بكافر، أي ولو كان الكافر ذميا، ذكره البيهقي رحمه الله عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت ومعاوية رضي الله عنهم. وبه قال مالك والشافعي وأكثر العلماء رحمهم الله. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: ولا يقتل مسلم بذمي، المسلم لا يقتل إذا قتل كتابيا ولو كان من أهل الذمة، إلا أن يقتله لأخذ ماله. قال: وهو مذهب مالك رحمه الله. ورجح الشوكاني في نيل الأوطار رحمه الله أن المسلم لا يقتل بالذمي، قال: وهو قول الجمهور. ودليل ما تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون تتكافأ دماؤهم، أي تتساوى دماؤهم، المؤمنون دماؤهم متساوية، وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد بعهده. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي والبيهقي رحمهم الله من حديث علي رضي الله عنه. ورواه الحاكم وصححه رحمه الله، وعند البخاري رحمه الله من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه: وأن لا يقتل مسلم بكافر، وعموم لفظ الكافر يدخل فيها الذمي. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يقتل المسلم بالذمي، ولكن الصحيح أن المسلم لا يقتل بالكافر.
وبه قال النخعي والشعبي. قوله ولا حر بعبد وفاقا لمالك والشافعي رحمهم الله لقوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد، ولما روى أحمد رحمه الله عن علي رضي الله عنه أنه قال من السنة أن لا يقتل حر بعبد، وعن ابن عباس رضي الله عنهما مثله مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الدارقطني رحمه الله. وقال به من الصحابة رضي الله عنهم أبو بكر وعمر وعلي وزيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم. وقوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الحر يقتل بالعبد بدليل قوله صلى الله عليه وسلم المؤمنون تتكافأ دماؤهم، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. قوله ويقتل الذكر بالأنثى، وبه قال الثلاثة رحمهم الله لعموم قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وترجم البخاري رحمه الله لحديث أنس رضي الله عنه باب قتل الرجل بالمرأة، ولحديث أنس رضي الله عنه أن يهودياً رض رأس جارية بين حجرين فقتل لها، فقيل لها أي للجارية من فعل هذا بك، من فعل هذا بك فلان أو فلان، حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها أي أشارت برأسها يعني نعم، فجيء به فاعترف، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بين حجرين، رواه الجماعة. فيقتل الذكر بالأنثى. وفي كتاب عمرو بن حزم رضي الله عنه الذي كتبه الرسول عليه الصلاة والسلام له حين استعمله على نجران، وفيه أن الرجل يقتل بالمرأة. وكتاب عمرو بن حزم رضي الله عنه مشهور متلقى بالقبول عند علماء الأمة الإسلامية، وصححه جمع من الأئمة كأحمد والحاكم وابن حبان والبيهقي والعقيلي وابن عبد البر رحمهم الله. والحكمة الإلهية تقتضي أن الذكر يقتل بالأنثى وعكسه. الرابع عدم الولادة، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله، وقال مالك رحمه الله يقتل الوالد دليلا يقتل الوالد بولده. دليلنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل الوالد بالولد، الوالد لا يقتل بالولد، رواه أحمد والبيهقي والترمذي واللفظ له رحمهم الله. وقال لا نعرف بهذا الإسناد مرفوعا إلا من حديث إسماعيل ابن مسلم المكي، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه، ورواه أيضا أحمد والترمذي وابن ماجة رحمهم الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقتل الوالد بالولد. وقال ابن عبد البر رحمه الله هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق يستغنى بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد. وقال الترمذي رحمه الله بعد إخراجه والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأب إذا قتل ابنه لا يقتل به، وإذا قذف ابنه لا يحد، فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا الأب الجد وإن سفل، ويقتل الولد بكل منهما. أما الولد إذا قتل أباه فإنه يقتل، وأما الأب إذا قتل ابنه
فلا يقتل. قوله وإن علا أي الجد، لأن الله جل ذكره سمى في كتابه العزيز الجد أبل، فله حكمه هنا سواء كان من قبل الأب أو الأم. وبه قال أكثر العلماء رحمهم الله عن الجد أبو الأب أو أبو الأم، ويقتل الولد بكل منهما، أي إذا قتل أباه أو جده يقتل الولد، لعموم الأدلة من الكتاب والسنة في وجوب القصاص. وبه قال الثلاثة رحمهم الله والجماهير من العلماء رحمهم الله سلفاً وخلفاً، والمراد بالثلاثة مالك وأبو حنيفة والشافعي رحمهم الله. وروي عن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه. رواه الترمذي رحمه الله، وفي إسناده المثنى بن الصباح يضعف في الحديث. باب استيفاء القصاص. يشترط له ثلاثة شروط، أحدهما كون مستحقه مكلفاً أي بالغاً عاقلاً، فإن كان صبياً أو مجنوناً لم يستوف، وحبس الجاري إلى البلوغ والإفاق. دليل ذلك أن معاوية رضي الله عنه حبس هدبة بن خشرم في قصاص حتى بلغ ابن القتيل، وذلك في عصر الصحابة رضي الله عنهم، فلم ينكر ذلك. وفي هذه القصة بذل الحسن والحسين لابن القتيل 7 ديات فلم يقبلها. فإن كان صبياً أو مجنوناً لم يستوفي، وحبس الجاني إلى البلوغ والإفاق. الثاني قال: ولأن فيه حظاً للقاتل بتأخير قتله، وحظاً للمستحق بإيصال حقه إليه، وثبت القصاص شرعاً لما فيه من التشفي وبرد الغيظ، فلا يستوفيه للصغير والمجنون أب ولا غيره. الثاني اتفاق الأولياء المشتركين فيه. اتفق الأئمة 4 رحمهم الله على أنه إذا عفى أحد الأولياء سقط القصاص وانتقل الأمر إلى الدية، إلا عند مالك رحمه الله إذا عفت امرأة من الأولياء فلا يسقط، وهو اختيار الشيخ، فإنه قال: وولاية القصاص والعفو عنه ليست عامة لجميع الورثة بل تختص بالعصبة. دليلنا عموم قوله صلى الله عليه وسلم: فأهله بين خيرتين، وهذا عام في جميع أهله، والمرأة من أهله لغة وشرعا. ولما رواه أبو داود رحمه الله عن زيد بن وهب أن عمر رضي الله عنه أتي برجل قتل قتيلا، فجاء ورثة المقتول ليقتلوه، فقالت امرأة المقتول وهي أخت القاتل: قد عفوت، قد عفوت عن حقي. فقال عمر رضي الله عنه: الله أكبر، عتق القتيل. يعني لما عفت المرأة سقط القصاص. وروى البيهقي رحمه الله عن زيد بن وهب قال: وجد رجل عند امرأته رجلا فقتلها، وجد رجل عند امرأته رجلا فقتلها، فرفع ذلك إلى عمر رضي الله عنه، فوجد عليها بعض إخوتها فتصدق عليه بنصيبه، فأمر عمر رضي الله عنه لسائرهم بالدية، لأنه أعفى واحد. روى قتادة رحمه الله أن عمر رضي الله عنه رفع إليه رجل قتل رجلا، فجاء أولاد المقتول وقد عفى بعضهم، فقال عمر رضي الله عنه لابن مسعود رضي الله عنه: ما تقول؟ فقال: أرى أنه قد أحرز من القتل. فضرب علي رضي الله عنه كتفه عن تشجيعا، وقال: كيف
كنيف مليء علما، يعني وعاء مليء علم. قال في المصباح المنير: والكنف وزن حمل، الكنف وزن حمل، وعاء يكون فيه أداة الراعي، وبتصغيره أطلق على الشخص للتعظيم في قوله كنيف مليء علما. وقال الهيثمي رحمه الله، رواه الطبراني رحمه الله ورجاله رجال الصحيح، إلا أن قتادة رحمه الله لم يدرك عمر ولا ابن مسعود رضي الله عنهما، يعني بينهما رجل لم يذكر. فائدة: إن قتله الباقون عالمين بالعفو وسقوط القصاص فعليهم القود، وإلا فلا قود عليهم وعليهم ديته. قال: في الإنصاف بلا نزاع. فائدة أخرى: لو مات الصغير أو المجنون قبل البلوغ والعقل قام الوارث مقامهما في القصاص على الصحيح من المذهب. تنبيه: إذا قتل واحد جماعة فطلب بعضهم القود القصاص وبعضهم الدية، قتل لمن طلب القصاص ووجبت الدية لمن طلب الدية، سواء كان الطالب للدية ولي المقتول أو نائبا. وإن طلبوا الدية كان لكل واحد دية كاملة. قال ذلك ابن هبيرة في الإفصاح رحمهم الله. وإن كان من بقي غائبا أو صبيا أو مجنونا وانتظر القدوم والبلوغ والعقل. وبه قال الثلاثة رحمهم الله: وكذا إذا كان الأولياء كلهم صغارا أو مجانين يؤخر القصاص باتفاق الأربعة، وإذا كان فيهم صغير أو مجنون ينتظر البلوغ والعقل عند أحمد والشافعي رحمهم الله، وعند مالك وأبي حنيفة رحمهم الله لا ينتظر. الثالث: أن يؤمن في الاستفتاء أن يتعدى الجاني، أن لا يزيد على الحق. فإذا وجب على حامل أو حائل غير حامل فحملت لم يقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبا وهو أول اللبن، ثم إن وجد من يرضعه وإلا تركت حتى تفطمه، ولا يقتص منها في الطرف حتى تضع، يعني إذا كان يد أو رجل أو نحو ذلك وهي حامل فلا يستفى حتى تضع. قال: أن يؤمن الاستيفاء، يعني لا يزيد على الحق، لقوله تعالى: فلا يسرف في القتل. وقتل الحامل قتل لغيرها فيكون إسرافا، فإذا كانت حامل لا تقتل حتى تضع وتسقي اللبن. ولما رواه مسلم رحمه الله عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه في قصة الغامدية التي اعترفت بالزنا، فإنه عليه السلام لما قال لها: أنت يعني زنيت؟ قالت: نعم. فقال لها: حتى تضعي ما في بطنك، أي اذهبي حتى تضعي الولد. وبعد الوضع قال عليه الصلاة والسلام: إذن لا نرجمها وندع ولدها ليس له من يرضعه حتى كفله رجل من الأنصار، فرجمها. والحد في ذلك كالقصاص. دليله ما رواه مسلم وأبو داود والترمذي رحمهم الله وصححه عن علي رضي الله عنه قال: إن أمة، أي مملوكة للرسول صلى الله عليه وسلم، زنت فأمرني أن أجلدها، فأتيتها فإذا هي حديثة عهد بنفاس، أي نفساء، فخشيت أن أجلدها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: أحسنت، اتركها حتى تماثل، أي حتى تتعافى. فصل: ولا يستوفى قصاص إلا بحضرة سلطان أو نائبه، لا ينفذ القصاص إلا بحضرة سلطان أو نائبه، وفاقا للشافعي رحمه الله. وقال في الإنصاف:
ويحتمل أن يجوز بغير حضور السلطان إذا كان القصاص في النفس، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قلت: وهذا القول أرجح لحديث صاحب النسعة. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: ولا يستوفى القود في الطرف إلا بحضرة السلطان. قلت: وهو المذهب الطرف يعني اليد والرجل أو نحو ذلك. قوله: وآلة ماضية، أن يكون السيف حاد لا يعذب المقتول، لعموم ما رواه مسلم رحمه الله عن شداد بن أوس رضي الله عنه، وفيه: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، أن يكون السيف محدود لا يعذب المقتول. ولا يستوفى في النفس إلا بضرب العنق بسيف، ولا يستوفى في النفس إلا بضرب العنق بسيف ولو كان الجاني قتله بغيره. وبه قال أبو حنيفة رحمه الله لحديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا: لا قود إلا بالسيف، أي لا قصاص إلا بالسيف، رواه الطبراني رحمه الله. وقال ابن حجر رحمه الله في التلخيص، والهيثمي رحمه الله في مجمع الزوائد فيه سليمان بن أرقم وهو متروك أي ضعيف، تركه الرواة، ترك العلماء الرواية عنه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه مرفوعًا قال: القود بالسيف، يعني القصاص بالسيف، رواه ابن ماجه والبيهقي والبزار والدارقطني رحمهم الله. وقال البيهقي رحمه الله في سننه، والهيثمي رحمه الله في مجمع الزوائد فيه جابر الجعفي وهو ضعيف، فيه راوي ضعيف. وقال الإمام أحمد: وليس إسناده بجيد رحمه الله. ورواه البيهقي رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، وعن علي رضي الله عنه كذلك، وضعفهما البيهقي رحمه الله. وقال علي بن عثمان المارديني رحمه الله في حاشيته على سنن البيهقي رحمه الله: فهذا الحديث قد روي من وجوه كثيرة يشهد بعضها لبعض، فأقل أحواله أن يكون حسناً. وبه قال النخعي والشعبي والحسن وأبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله. قلت: والراجح من حديث من حيث الدليل الذي تقوم بمثله الحجة أن القتل بالسيف لا يتعين، لعموم حديث إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وحديث اليهودي الذي رد رأس الجارية فرد رأسه. وبهذا القول قال مالك والشافعي رحمهم الله، وهو اختيار الشيخ الإمام ابن تيمية رحمه الله وعليه العمل في هذا الزمن، وهو اختيار ابن القيم رحمه الله أيضا في أعلام الموقعين، وبه قال أكثر العلماء رحمهم الله. باب العفو عن القصاص. يجب بالعمد القود أي القصاص أو الدية، فيخير الولي بينهما، بين القصاص أو الدية، وعفوه مجانًا أو يعفو بدون شيء، وعفوه مجانًا أفضل. فإن اختار القود القصاص أو عفى عن الدية فقط فله أخذها والصلح على أكثر منها. قال: وبه قال الشافعي رحمه الله، ورواية عن مالك رحمه الله، وهو قول أكثر العلماء رحمهم الله لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودى أي يدفع الدية، وإما أن يقاد القصاص. وعليكم السلام. وفي لفظ: إما أن يفدى وإما أن يقتل، يعني الدية أو القصاص، رواه الجماعة إذا كان القتل عمدًا. وعنه أن الواجب القصاص عينًا إلا أن يصطلح على الدية برضا الجاني.
وبه قال النخعي وأبو حنيفة رحمهم الله، وللخلاف فوائد كثيرة ذكرها ابن رجب رحمه الله في القواعد. قوله وعفوه مجانًا أفضل، يعني أن يعفو عن القصاص ويعفو عن الدية ويعفو عن كل شيء مجانًا بدون أخذ الدية، هذا بالإجماع، إلا إذا ترتب على العفو مفسدة. دليل ذلك قوله جل ذكره فمن تصدق به فهو كفارة له، وقوله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وقال ابن عباس رضي الله عنهما كانت في بني إسرائيل قصاص ولم تكن فيهم الدية، رواه البخاري رحمه الله. وروى مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا. إذا عفوت عن من ظلمك الله يزيدك عزا. ما عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا. وروى أبو داود والبيهقي رحمهم الله عن أنس رضي الله عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو. قوله والصلح على أكثر منها، وإذا اختارها أو عفا مطلقا أو هلك الجاني فليس له غيرها، وإذا قطع أصبعا عمدا فعفى عنها ثم سرت أي تلك الجراحة إلى الكف أو النفس وكان العفو على غير شيء فهدر أي فلا شيء. ورواه أيضا أحمد والنسائي وابن ماجة رحمهم الله، وسكت عنه أبو داود رحمه الله. فائدة، قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله العدل نوعان، أحدهما هو الغاية وهو العدل بين الناس، والثاني ما يكون الإحسان أفضل منه وهو عدل الإنسان بينه وبين خصمه من الدم والمال والعرض، فإن استيفاء حقه عدل والعفو إحسان، والإحسان هنا أفضل، لكن هذا الإحسان لا يكون إحساناً إلا بعد العدل، وهو أن لا يحصل بالعفو ضرر، فإذا حصل منه ضرر كان ظلماً من العافي إما لنفسه وإما لغيره فلا يشرع، ومحله ما لم يكن لمجنون أو صغير فلا يصح. قوله أو عفى عن الدية فقط أي دون القصاص، أو هلك الجاني أي مات فليس له غيرها، وهو قول الإمام الشافعي رحمه الله وكثير من العلماء، وقال مالك وأبو حنيفة رحمهم الله تسقط الدية بموت الجاني، نقل ذلك صاحب الإفصاح رحمه الله عنهما. وقال في الإنصاف رحمه الله اختار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله أنها تسقط بموته وقتله، وخرجه وجها، وسواء كان معسرا أو موسرا، وسواء قلنا الواجب القصاص عينا أو الواجب أحد شيئين. وقوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء، قال ابن عباس رضي الله عنهما العفو أن يقبل الدية في العمد، رواه البخاري رحمه الله. تنبيه، إذا لم يخلف الجاني تركة سقط الحق، ولا يطالب به بيت المال ولا عاقلة الجاني لأنه لا تحمل العمد المحض. قوله وكان العفو على غير شيء فهدر أي لا شيء، هذا قول في المذهب مشى عليه في المقنع وتبعه في المنتهى. قال في الإنصاف ويحتمل أن له تمام الدية، وهو المذهب وقدمه في المغني والشرح، ونصراه وقدمه في الرعايتين اسم كتاب والحاوي. قلت وجزم به صاحب الإنصاف في تنقيحه وقدمه في الفروع وقطع به أي جزم به في الإقناع. قال وإن كان العفو على مال ف
فله تمام الدية، وإن وكل من يقتص ثم عفا فاقتص وكيله ولم يعلم فلا شيء عليهما، وإن وجب لرقيق أي عبد قود القصاص أو تعزيز أو تعزير قذف فطلبه وإسقاطه إليه فإن مات فلسيده. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس. من أقيد أي اقتص بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجراح، ومن لا فلا، لقوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. وفي حديث أنس رضي الله عنه في قصة الربيع رضي الله عنها عمته لما كسرت ثنية جارية وطلبوا العفو فأبوا وعرضوا الأرش الدية فأبوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبوا إلا القصاص، فأمر عليه السلام بالقصاص، متفق عليه. ولكن القوم عفوا فلم تكسر ثنية الربيع. قوله: ومن لا فلا، أي فلا تقطع يد الأب بيد ابنه، ولا يد الحر بيد العبد، ولا يد المسلم بيد الكافر. فهذه قاعدة في القصاص فيما دون النفس. ودليل ذلك أنه لا يقاد به في النفس فلا يقاد به في الطرف لعدم وجود المكافأة أي المساواة، ولا يجب إلا بما يوجب القود في النفس أي القصاص، وهو العمد، فلا قود في شبه العمد، لا قصاص في شبه العمد على الصحيح من المذهب، خلافاً لأبي بكر وابن أبي موسى من أصحابنا، ولا قود في خطأ قال في المبدع إجماعاً. قال: وهو نوعان، أحدهما في الطرف فتؤخذ العين والأنف والأذن والسن والجفن والشفة واليد والرجل والأصبع والكف والخصية والألية والشفر، كل واحد من ذلك بمثله. وللقصاص في الطرف شروط. وللقصاص في الطرف شروط: الأول الأمن من الحيف أي من الزيادة، بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه كمارن الأنف، وهو ما لان منه، المارن ما لان من الأنف. الثاني المماثلة في الاسم والموضع، فلا تؤخذ يمين بيسار، ولا يسار بيمين، ولا خنصر ببنصر، الخنصر الإصبع الصغير والبنصر الذي بعده، ولا أصلي بزائد ولا عكسه ولو تراضيا لم يجز. قوله: فتؤخذ العين والأنف للآية الكريمة، والألية والشفر، هذا أحد وجهين وهو المذهب. قال: وفي القاموس: الألية العجيزة أو ما ركب العجز من شحم ولحم، جمع أليات وألايا، ولا تقل لي ولا إليا، والألية بفتح الهمزة والياء، والشفر بالضم حرف الفرج، والشفرة بالفتح السكين. قوله: كمارن الأنف، قال في القاموس: والمارن الأنف أو طرفه أو ما لان منه، وشكل القاموس بكسر الراء المارن، إما الأنف أو طرف الأنف أو ما لان منه. الثاني المماثلة في الاسم والموضع، فلا تؤخذ بيمين بيسار، ولا يسار بيمين، ولا خنصر ببنصر، ولا أصلي بزائد، ولا عكسه ولو تراضيا لم يجز. قوله: الثاني المماثلة في الاسم والموضع وفاقاً للثلاثة، وهو قول الجماهير من العلماء رحمهم الله لعموم قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. قوله: ولو تراضيا، يعني يمين بشمال أو شمال بيمين، ولو تراضيا لا يجوز، لابد أن يكون مماثل، لأن الدماء
لا تستباح بالإباحة والإذن، لأن العبد ملك لخالق، العبد ملك لله، فليس له أن يدفع شيء من حق الله، لأن العبد ملك لخالقه، فلا يتصرف في نفسه بما لا تجيزه الشريعة، وكل ما يضر ببدنه يحرم عليه فعله، سواء كان مأكولاً أو مشروباً أو غير ذلك. الثالث استواؤهما في الصحة، أن يكون هذا العضو صحيح وذاك العضو صحيح. الثالث استواؤهما في الصحة والكمال، ولا تؤخذ صحيحة بشلاء، يد صحيحة ويد شلاء، ولا كاملة كاملة الأصابع بناقصة، ولا عين صحيحة بقائمة، ويؤخذ عكسه ولا أرش. ومنه شراش شرب المسكرات والمخدرات والدخان الذي عمت البلوى بشربه، يعني كل هذا محرم، فلا يجوز للمسلم أن يتعاطى ما يضره. وقد ثبت بالتحاليل الفنية أن الدخان مضر بجميع أجزاء البدن، والواقع شاهد بذلك. قوله فلا تؤخذ صحيحة، أي يد صحيحة بشلاء، يد مشلولة، وفاقا للثلاثة، وهو قول جمهور العلماء رحمهم الله. والعين القائمة التي بياضها وسوادها صافيان، غير أن صاحبها لا يبصر بها. فصل. النوع الثاني الجراح، فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم كالموضحة، وجرح العضد والساق والفخذ والقدم، ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج والجروح غير كسر سن، ولأن قال لقوله تعالى والجروح قصاص، ولأن المجني عليه يأخذ حقه بلا زيادة ولا نقصان. قوله ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج والجروح، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأكثر العلماء رحمهم الله، لما رواه ابن ماجه رحمه الله في سننه عن نمران ابن جارية عن أبيه أن رجلاً ضرب رجلاً على ساعده بالسيف فقطعها من غير مفصل، فاستعدى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بالدية، فقال يا رسول الله أريد القصاص، فقال خذ الدية بارك الله لك فيها، ولم يقتص له بالقصاص، لأن الضرب على الساعد قد يزيد أو ينقص. الجراح فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم كالموضحة، وجرح العضد والساق والفخذ والقدم، ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج والجروح غير كسر سن، إلا أن يكون أعظم من الموضحة، يعني أكبر من الموضحة، كالهاشمة والمنقلة والمأمومة. قال إلا أن يكون أعظم من الموضحة، الموضحة هي التي الضربة التي توضح العظم، كالهاشمة التي تهشم العظم، والمنقلة تنقل من مكان إلى مكان، والمأمومة أي الضربة التي في الرأس. فله أن يقتص بموضحة وله أرش زائد. وإذا قطع جماعة طرفاً أو جرحوا جرحاً يوجب القود فعليهم القود. قال لما رواه ابن ماجه رحمه الله عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قود، أي لا قصاص في المأمومة ولا الجائفة التي في الجوف ولا المنقلة. قال في مجمع الزوائد في إسناده رشدين بن سعد المصري، ضعفه جماعة رحمهم الله، واختلف فيه كلام أحمد رحمه الله، فمرة ضعفه ومرة قال أرجو أنه صالح الحديث. وإذا قطع جماعة طرفا أو جرحوا جرحا يوجب القود فعليهم القصاص.
وفاقاً لمالك والشافعي رحمهم الله. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: تؤخذ الدية ولا قود. دليلنا أن شاهدين شهدا عند علي رضي الله عنه على رجل بالسرقة فقطع، ثم جاءوا بآخر، ثم جاء بآخر فقال هو السائق وأخطأنا بالأول، فرد شهادتهما على الثاني وغرمهما دية الأول، وقال: لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما. رواه البخاري رحمه الله تعليقا مجزوما به، والبيهقي رحمه الله في سننه. وقال في التلخيص حافظ ابن حجر رحمه الله وإسناده صحيح، قال: وسراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها، يعني إذا اقتص من عضو ولكن تسبب إلى الموت فالسراية مضمونة. قال في المغني بغير خلاف، وقال في الإنصاف بلا نزاع أعلمه. وسراية القود مهدورة أي القصاص، وبه قال مالك والشافعي وأكثر العلماء. وذلك أن عمر وعليا رضي الله عنهما قال: من مات من حد أو قصاص لا دية له الحق قتله. رواه سعيد بن منصور، يعني في القصاص إذا أقيم القصاص ومات فلا شيء، لأن حكم الله هو الذي قدر ذلك. من مات من حد أو قصاص لا دية له الحق قتله. ورواه البيهقي رحمه الله عن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما قالا: في الذي يموت في القصاص لا دية له. ورواه البيهقي رحمه الله بإسناد آخر عن علي رضي الله عنه ولفظه: من مات في حد فإنما قتله الحد فلا عقل له، أي لا دية، مات في حد من حدود الله. قال: ولا يقتص من عضو وجرح قبل برئه، لا يقتص من عضو أو جرح قبل أن يتعافى. وبه قال مالك وأبو حنيفة رحمهم الله. دليل ذلك حديث جابر رضي الله عنه أن رجلاً جرح فأراد أن يستقيد أي القصاص، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح. رواه الدارقطني والطبراني رحمهم الله. وقال الهيثمي رحمه الله وفيه محمد ابن عبد الله ابن نمران وهو ضعيف. دليل آخر هو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رجلاً طعن رجلاً بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقدني، أي القصاص، فقال: حتى تبرأ، حتى تعافى. ثم جاء إليه فقال: أقدني، فأقاده. ثم جاء إليه فقال: يا رسول الله عرجت، صرت أعرج. قال: قد نهيتك فعصيتني، فأبعدك الله وبطل عرجك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ منه، حتى يبرأ منه صاحبه. رواه أحمد والبيهقي والدارقطني رحمهم الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وأعل بالإرسال. والمرسل هو ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في مجمع الزوائد رحمه الله: رجال أحمد ثقات. فائدة: وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: ويجري القصاص في اللطمة، أي الضرب في الوجه والضربة ونحو ذلك، وهو مذهب الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وغيرهم. ونص عليه أحمد رحمه الله في رواية إسماعيل بن سعيد الشالنجي، ورجح هذا القول ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين. كتاب الديات جمع دية،
كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب لزمته ديته، فإن كانت عمدا محضا ففي مال الجاني، تؤخذ من مال الجاني حالة. وشبه العمد والخطأ على عاقلته أي عصبته، لقوله تعالى: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله. والجنايات جمع جناية، وهي لغة التعدي على بدن أو مال، وشرعا التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا. كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو بسبب أو سبب لزمته ديته، فإن كانت عمدا محضا ففي مال الجاني أي تؤخذ من مال الجاني المعتدي. وبه قال الثلاثة رحمهم الله، بل أجمع أهل العلم رحمهم الله على أن دية العمد تجب في مال القاتل لا تحملها العاقلة أي العصبة، لأن العامد غير معذور لأنه مسرف ومجرم وجبان. ومن الأدلة على ذلك حديث عمرو بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يجني جان، لا يجني جان إلا على نفسه، لا يجني والد على ولده، ولا مولود له على والده. رواه أحمد والترمذي وصححه رحمهم الله. وقال الزهري رحمه الله: مضت السنة أن العاقل لا تحمل شيئا من دية العمد إلا أن يشاء، قوله حالة أي في نفس الوقت، وفاقا لمالك والشافعي رحمهم الله، وخلافا لأبي حنيفة رحمه الله فعنده مؤجل في 3 سنين. قال: وشبه العمد والخطأ على عاقلته أي عصبته. أما شبه العمد فوفاقا لأبي حنيفة والشافعي رحمهم الله وعند مالك في مال القاتل. دليلنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، قبيلة هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها أي العصبة، متفق عليه. والحكمة التشريعية تقتضي مساعدة القاتل لأنه ما تعمد القتل. وأما دية الخطأ فاتفق الأئمة الأربعة على أنها على عاقلة القاتل أي العصبة، واتفقوا أيضا على أنها مؤجلة في 3 سنين. دية الخطأ مؤجلة في 3 سنين. قال في الإقناع وشرحه: ودية شبه العمد والخطأ على عاقلته أي العصبة مؤجلة على 3 سنين. قال في المغني والشرح: ولا يلزم القاتل شيء من دية الخطأ. وبهذا قال مالك والشافعي رحمهم الله، وقال أبو حنيفة رحمه الله وكواحد منهم، وقال في المغني رحمه الله: وقد روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما قضيا بالدية على العاقلة في 3 سنين، ولا مخالف لهما في عصرهما، فكان إجماعاً. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: وتؤخذ دية الخطأ من الجاني عند تعذر العاقلة في أصح قولي العلماء، ولا يؤجل على العاقلة إذا رأى الإمام المصلحة فيه، ونص على ذلك الإمام أحمد رحمهم الله: وإن غصب حرًا صغيرًا فنهشته حية، أو أصابته صاعقة، أو مات بمرض، أو غلى حرًا مكلفًا وقيد فمات بالصاعقة أو الحية وجبت الدية. إذا غصب حرًا صغيرًا، يعني أخذ ولدًا صغيرًا واغتصبه من أهله، ثم بعد ذلك حية نهشت هذا الولد، أو أصابته صاعقة، أو مات بمرض، ف
فتجب الدية تؤخذ الدية منهم،